السلام عليكم أعزائنا متابعين صفحة نوكر أوتو لتجارة السيارات. أخوان، على هذا الرقم، على هاي السيارة صار خصم $500. السعر كان 605 أوراق، اليوم السعر 6 دفاتر، $60,000 شامل الرقم. تسجل السيارة باسمك سنوية، ممكن وكالة إذا تريد السيارة شحن بالناقلة. أهم نشحنها إليك، موديل 2021 لاند كروزر، زراج بلادي، يشتغل حساس بلادي، تمام. حتى الخط الجانبي هذا بلادي، تشغيل عن بعد بلادي، الشاشة، الحساسات أمامية خلفية، كل هاي الإضافات على السيارة هي بلادية. السيارة موديل 2021 صفر كيلومتر، مراية كهربائية وأيضا قلابة، يعني تبدل الآر المراية تميل بزاوية أو تنزل بزاوية. يدات نيكل، بصمات على الأبواب، صندوق خلفي كهربائي، السيارة من الداخل جلد سلايت، كرسي كهرباء وجلد، مقعد السكين ايضا كهربائي. هاي الشاشة البلادية، رحلة سعيدة، قد بحذر. Have a nice trip. Drive carefully. هذه البصمة الثلاجة مال السيارة، مثبت السرعة الجانبي، الجام اوتوماتيك، هذا التحكم بالمراية الجانبية. شوف الآن راح أبدل على الآر، لاحظوا الجام راح ينزل. بالنسبة للشاشة البلادية، الحساسات البلادية، شوف أخوان، مخلتها على الآر، الحساس ده يظهر عندي بالشاشة، هذا يعني حساس أصلي، نطيني من الخلف ومن الزاوية، وإذا شخص وقف بالأمام يسار أو يمين ينطي، يعني يطلع بالشاشة هنا. زين، هذه أنظمة الماوسات الاثنين، واحد يتحكم بنظام الزحف، الثاني يتحكم بالدبل ثقيل مالت السيارة. نخلي السيارة على الآن، نخليه L4، أنا نخلي السيارة عادي، نقدر نفعل ال شوف على اليسار تراكشن من كنترول مشتغل، هذا نظام التفاف 360 درجة، هذا اليمين على الأخضر اللي يخلي السيارة تفتر يعني بأقصى زاوية ممكنة. الطفاية موجودة ومثبتة، هي والقاعدة مالتها بلاديات. وهذه بعض مواصفات السيارة مثل ما ذكرنا، سعرها 6 دفاتر شامل الرقم، الرقم مالته حلو. عندنا هاي سيارة قطعة ثانية، فالعروض فترة محدودة اخوان، اللي حاب يحجز السيارة يقدر يزورنا عنواننا باربيل، تقاطع مخمور، مجاور شركة البيبسي، سعرها 6 دفاتر شامل الرقم، لاند كروزر 2021.